السلام عليكم. نفذت ميليشيات الحوثي حملة لطمس وإزالة الصور الدعائية التي تظهر فيها وجوه النساء، وقامت بتغطية وجوه الدمى البلاستيكية المستخدمة في معارض الملابس النسائية. ليس هذا وحسب بل أنها أصدرت تعميما للمدارس الحكومية والأهلية في أمانة العاصمة بمنع الغناء والفرق الموسيقية والاستعراضية أثناء احتفالات التخرج قبل أخذ تصريح من المشرفين التابعين لها. مشهد يذكر بممارسات الجماعات الاشد تطرفا في التاريخ ومنها ما لا يزال حاضرا في الذاكره ومعاصرا كداعش وغيرها من الجماعات التي تصنف بالمتطرفه والتي مارست ذات السلوكيات القمعيه للحريات العامه ومحاصره المجتمع بافكار متطرفه خصوصا في المدارس التي اصبحت هدفا للتطرف ودعاته يقول مراقبون ان الميليشيا تقدم على هذه الاجراءات بدعم وتعليمات من ايران بغرض تحويل المؤسسات التعليميه لبؤره تخرج اجيالا من المتعصبين عقائديا للمشروع الايراني في اليمن. جمله من التعقيدات تضاف الى واقع الحياه الاجتماعيه في مناطق سيطره الميليشيا وتتكشف الصوره يوما بعد اخر عن مدى سوء هذه الجماعه التي ادعى ممثلوها في مؤتمر الحوار انهم دعاة الدوله المدنيه ويرفضون الدولة الدينية وكانوا يقدمون مشروع الحوثي على انه مشروع الدولة المدنية بكل تفاصيلها. الآن ومنذ الانقلاب لربما اتضحت الصورة اذ لم تبقى كما يبدو جريمة في التاريخ البشري ولم ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين. حول هذه التناولات مشاهدينا الكرام ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بدايه ارحب بمن ينضم لي فيها للنقاش الصحفي الاستاذ حفظ الله العميري اهلا بك يا استاذ حفظ الله اهلا وسهلا حياكم الله اذا اهلا وسهلا بكم بك حفظ الله وبجميع المشاهدين الكرام نتابع واياكم مشاهدينا هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء في النقاش لا وجوه نسائيه في شوارع المدينه هذا لسان حال مدينه مقموعه وممنوعه مثل صنعاء التي تعيش بين ثنائيه القمع والمنع من اول مؤسسه سياسيه الى اخر وجه نسائي ومن الملامح الديمقراطيه الى لوحات المحلات التجاريه وساريه طابور المدرسه صنعاء مدينه مطموسه الملامح والوجوه لا يقتصر الامر على طمس معالم المكان مثل المدينه القديمه بل وصل الامر الى طمس الوجوه في لوحات المحلات التجاريه في مسلك يكرس طبيعه وبنيه الجماعه القادمه من خارج التاريخ الى اول مدنه على خطى الامامه محليا وعلى خطى داعش وطالبان تمضي الجماعه الفاشيه في حربها ضد حياه اليمنيين ويومياتهم في مشهد يقترب من سطوه تنظيم الدوله في سوريا والعراق حمله مسلحه لطمس صور الدعايه معركة أعدت لها الجماعة العدة والنزول لعدد من المحلات التجارية بالعاصمة الخاضعة لسيطرتهم، وتعميمات إضافية للمدارس والجامعات بخصوص الرقابة على أنشطة الطلاب، وتحويل صنعاء إلى دورة ثقافية مغلقة للجماعة حول مفاهيم الكراهية والعنف. بحسب متابعين، وزعت ميليشيات الحوثي تعميما على اصحاب المحلات التجاريه بضروره طمس صور العرائس الظاهره في اللوحات الاعلانيه على الابواب المخصصه لذلك لغرض ما يسمونه درء الفتنه التي تؤخر النصر حد قولهم كما اجبرت الجماعه اصحاب المحلات على تغطيه وجوه الدمى التي تستخدم لعرض الملابس وتمس الوجوه والملامح والابقاء على بقيه الجسد كما في بعض الشوارع التي تحولت فيها اللوحات الاعلانيه الى بقع مشوهه ارتفاع حده الحملات الثقافيه الهادفه الى حوثنه المجتمع يكشف جانبا من المخاطر المستقبليه لهذا المسلك ونشر الثقافه الاماميه التي تلحق الاذى كل يوم بالشخصيه اليمنيه في مجتمع يمر باسوا حالاته اجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما اجدد الترحيب بك استاذ حفظ الله. هل يمكن الحديث الان بعد ما نشاهد كل هذه الصور، الممارسات، وايضا التعميم الذي يصدر من قبل مسؤولين في الميليشيا على ان الوجه الحقيقي للحوثيين قد ظهر الان؟ من انت تقول الان ان الوجه الحقيقي للحوثيين قد ظهر بينما يراه الكثيرين، انه ظاهر من اول وهله. ومنذ خروجهم من صعدة وحتى وجودهم داخل صعدة نفسها من كان ينوج على أن الحوثيين وجه آخر غير الذي ظهر لكل اليمنيين هذا كان يغالط اليمنيين ويغالطنا جميعا هذه الحملات التي ظهرت الأيام الأخيرة في صنعاء وفي بعض المحافظات لطمس الصور ول... هناك سبقتها حملات وسبقتها أحداث كثيرة يعود من التاريخ الى قبل سنتين من قبل سنتين ونيف من دخولهم صنعاء هناك اثيرت قصه في جامعه صنعاء بسبب لبس احدى الفتيات كان لبس يعتبر يعتبر محتشم وانما ظهر قليل من البنطال فكانت تعرف بقصه هبه او الطالبه هبه في جامعه صنعاء حيث اعتدوا عليها حراسه الجامعه من الحوثيين وتسبب في أذى نفسي لها هناك قصص مخيفة تتم الآن في حوثنة المجتمع وفرض الأفكار بالقوات داخل العاصمة صنعاء وداخل المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيات خارج العاصمة وحتى في الأرياف تخيل أنا في الريف الذي تواجد فيه بمحافظه الدمار وصلت الملازم الـ 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 الذي تعلم يعلمها الحوثيون الى منطقه وتدرس هناك للاطفال وتدرس وحتى يجبر البعض في بعض المناطق الريفيه إلى انه يحضر دورات ثقافيه مثله مثل الموظفين في صنعاء واعضاء السلطات المحليه واعضاء المؤسسات أو الموظفين في المؤسسات الحكوميه يجبروا على خوض هذه الدورات الثقافيه والذهاب بهم الى دورات تدرس بالقوه لفرض هذه الافكار المتخلفه جماعه الحوثي جماعه كهنوتيه حتى وان كان يبين من أعضاء المنظمات والناشطين الذين ما يسمى بالشبكه الناعمه للإنقلاب على على تجميل الصوره الحقيقيه لهذه الميليشيا الذي تدعو إلى الرعب والى الكراهيه والى القتل والى التحريض والى السوداويه للمجتمع اليمني مهما حاولوا أن يصححوا هذه الصوره أو أو يبيضوا جرائم الميليشيات لن يقدروا فالمجتمع اليمني شاهد وخروجها او هذه انا اعتبر خروجها بهذا الشكل المخيف والانتفاشه الكبيره نعمه كان لو شرحنا للمجتمع اليمني مئة ألف سنة على أن هذه الميليشيا قبيحة لم يوازي سنة واحدة من تعامل هذه الميليشيات على الأرض طيب الآن يعني دوما ما يمارس الحوثيون محاولة تجريف فكرة الدولة منذ الانقلاب هل هذه أحد مظاهر هذا التجريف أو أحد مظاهر تغيير ثقافة هذه الدولة الحوثيون سلمت لهم الدولة في عام 2014 سلمت لهم هم كانوا فيها وكانوا منخرطين منذ ما بعد حتى ثورة سبتمبر 1962، انخرطوا وتغلغلوا داخل مؤسسة الدولة وسيطروا على بعض مؤسساتها بشكل كامل، جاءت ثورة جاءت ثورة 11 فبراير فصححت ما عملت على تصحيحه، ثم جاءت النثرة الكبرى أو الانقلاب الكبير على الدولة وتجريف الدولة بالكامل في 2014، هنا خاض هذه هذه السلالة أو هذه الميليشيا خاضت حربا كبيرة لتجريف مؤسسة الدولة دخلت أدخلت كل أعضائها وكل حتى الأطفال منهم وكل من ينتمي إليها بشكل أو بآخر أو يؤمن بعقيدتها إيمان تام أدخلتهم في مؤسسة الدولة توغلوا في المدارس وخاصة السلك التعليمي للدولة وهذا خطير جدا تخيل على أن وزير التربية والتعليم يحيى الحوثي يحيى الحوثي الذي يعني السلالي الكبير الذي يؤمن بفكرة الولاية وعلى أن الله اصطفى لهم الحكم هذا هو الآن وزير التربية والتعليم تم تغيير في المناهج ويجري الآن تغيير عقلية أو فكر الموظفين في وسائل الدولة ومن يمسك المناصب في الدولة يعني مثل هكذا تعميم هل هو نتاج لهذه لهؤلاء المسؤولين الذين يعني من ضمنهم مثلا الحوثي هذا هل هذا نتاج لوجودهم هنا ام انه حتى وان لم يكن افراد الميليشيات بشكل مباشر متواجدين سيحاولون بشكل او باخر وضع هذه الثقافه ولمساتهم فيها هذا التعميم هم لم يصبروا، لم يصبروا على اليمنيين لكي يمسكوا او يكونوا لهم عكف كما كان يستخدمهم الامام قبل ثوره 1962، هم من غبائهم تم دخولهم الان او مسكوا كل اجهزه الدوله، وهذا غباء كبير بان تمسك جماعه ارهابيه، جماعه متطرفه متشدده، اجهزه الدوله واجهزه وخاصه الجهاز التعليمي والجهاز القضائي والتشريعي. هنا عندما مسكت هذه السلالة وهذه الجماعة والميليشيات أجهزة الدولة ووزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات عملت على استصدار مثل هذه التعميمات وحتى القوانين والتشريعات التي تبيح لهم استباحه المجتمع وتبيح لهم السيطره على ما تبقى من عقول الناس وخاصه الجيل الناشئ الان الذي ينشا تحت سيطره هذه الميليشيا في المناطق التي تسيطر عليها في في اليمن. الان هناك يجرى تجريف لعقول الاطفال، يجرى تجريف لعقول موظفي وسائل موظفي الدوله، يجرى تجريف في المساجد في كل في كل منطقه في اليمن وفي كل فرصه حتى في خطب الجمعه في كل فرصه تتاح لهذه الميليشيا يجرى تجريف عقول الناس ويجرى حوثنة المجتمع بشكل رهيب يقول لأحد الموظفين في جامعة صنعاء على أن هناك تجريف بشكل كبير جدا إذا لم يتلافى وإذا لم تسيطر على العاصمة صنعاء ويسيطر على ما تبقى تحت هذه الميليشيا فسوف نصح على كارثة كبيرة بأن الجيل القادم سيصبح مؤمنا بفكر هذه الميليشيا وفكرة هذه العصابة طيب استاذ حفظ الله دعنا نشك معنا في الحوار الناشط الحقوقي الاستاذ فؤاد عامر عبر السكايب من فرنسا اهلا بك استاذ فؤاد مرحبا بك حياكم الله اهلا وسهلا استاذ فؤاد يعني اذا ما وصل الامر الى منع الموسيقى الحفلات الاستعراضيه بحفلات التخرج كذلك تغطيه وجوه حتى الدمى والصور في المحلات والاعلانات على الشوارع هل وصلنا الى مرحله كبيره من التطرف ام ان هذا جزء بسيط وليس سوى بداية ما آه، نعم آه، هو في, الـ آه، في الـ أساسا نحن نعرف أن جماعة الحوثي هي جماعة دينية كهنوتية وهي تتشارك مع كل الجماعات الدينية تقريبا في أنها جماعات منفصلة عن العصر هي جماعات آه، منفصلة عن الواقع آه، هي ترفض المشترك الإنساني آه، الذي راكمته البشرية من حقوق إنسان من الدولة المدنية من القيم المتعلقة بالحرية، بحرية الإنسان، بالديمقراطية، بالدولة المدنية، كل هذا الإرث هو مرفوض، لأنه هو إرث يأتي ضدا من فكرتها ومشروعها في الهيمنة على المجتمع. وبالتالي فان مشروعها مشروع جماعه الحوثي اليوم هو مثل كل الجماعات الدينيه اذا اذا كما تفضلتم في البدايه في تقريركم كما تفضل ضيفك الكريم الان في البدايه هي ما ما ما, تقوم به جماعه الحوثي الان هو كوبي بيست هو قص لصق مما يجري مما حدث في مع جماعه بوكو حرام مما جرى مع جماعه داعش مما يجري مع كل الجماعات الدينيه التي بعد الخطوه الاولى بعد ان تسيطر فيها على مقا... التي تسيطر فيها على السلطه وعلى ال... في... في في نطاق مكاني وزماني معين تقوم باعاده صياغه الوعي الجمعي للمجتمع الذي تسيطر عليه بما يخدم ايديولوجيتها وبما يخدم مشروعها في الهيمنه والاقصاء الاخرين وفرض ايديولوجيتها على الناس. هذه المشروع مشروع اعاده صياغه الوعي العام رايناه بشكل كبير في يعني ما تسرب اليوم مثلا في 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 تقريركم فيما يتعلق في التعليم والمدارس وفرض الفصل ما بين الاولاد والبنات هذا هو فقط جزء من الصوره يعني في الامس صدر مثلا على سبيل المثال صدر مرسوم يتعلق باصدار بتعيين مفتي مفتي الديار لاحظ المفرده مفتي الديار ونحن منذ من منذ عام 62 نحن نقول انه مفتي الجمهوريه هناك حقد على كل الإرث الجمهوري على كل المدلولات المتعلقة بإرث الجمهورية اليمنيه على كل المكتسبات التي حققها حققتها الدولة اليمنيه منذ زمن بعيد ليس ذلك فحسب انظر ماذا يجري في داخل المدارس تغيير المناهج الصرخه التي تلقن بدلا من من تحيات العالم الجمهوري كبديلا عنها ونحن راينا كيف مقاومه الفتيات ومقاومه الاولاد للصرخه التي تعمل الجماعه الحوثيه، راينا قبل ذلك بثلاثه ايام ايضا عبد الملك الحوثي حين يدعو الى هويه ايمانيه، هويه دينيه من خلالها يستطيع صياغه المجتمع وفقا لمعتقدات الكهنوتيه كبديل عن الهويه الوطنيه، الهويه الوطنيه هي الهويه الجامعه، اما الهويه الدينيه فهي هويه فرديه، ولكن هو يريد هنا ان يقدم مضامين الهويه الدينيه لكي يسهل تسريب مشروعه المستند الى مقولات كهنوتيه ودينيه للسيطره على داخل المجتمع، ليس ذلك فحسب، كل المؤسسات المتعلقه باعاده صياغه الوعي العام في داخل الدوله في داخل المجتمع، وزاره الاوقاف، وزاره الاعلام هي سيروره طويله لا تتعلق فقط فيما يتعلق بالتعليم والصور التي رايناها اليوم التي رشحت هي لديها مشروع وهي تكيف كل ال كل الافكار وكل امكانيات الدوله من اجل خدمه مشروعها، ليس ذلك فقط وانما ايضا مقدرات الدوله، لاحظنا ان هذه الجماعه قامت باستبدال كل من يرتبط بالسلاله الهاشميه الى بتوزيعهم كاعمال ووظائف في داخل الدوله واستبعاد اليمنيين اصحاب الارض، لاحظنا ايضا ان اعاده صياغه اعاده صياغه الاعمال ومفاتيح الاعمال واسداء المناقصات وإعداء وإزداء مناقصات البترول والمحروقات وكل مفاتيح الأعمال لأناس محسوبين على الطائفة الهاشمية، القبيلة الهاشمية في مقابل اليمني الجماعة تقدم نفسها كما جماعة جماعة سلالية طائفية في مواجهة الوجود اليمني، لن يكون هناك هذه الجماعة لم تؤمن في يوم من الأيام بوجودها ب لم تؤمن في يوم الأيام بإيمانها بالتراب اليمني وبالإنسان اليمني وهي ترفض يوم آآ آآ منذ زمن بعيد ليس فقط من الآن أن تندمج في إطار هذا الواقع اليمني أن تندمج مع هذا الإنسان اليمني وبالتالي كل ما يجري اليوم هو تمظهر من, من تمظهراتها في إعادة السيطرة على الوعي الجمعي في داخل اليمن طيب يعني في هذا السياق الآن يستغرب كثيرون لماذا تعامل بشكل مختلف يعني إذا ما قورنت تصرفاتها بتصرفات جماعات أخرى مثل داعش أو غيرها من الناحية المتطرفة أو من ناحية التطرف لماذا لا تعامل كما تعامل هذه الجماعات لدى الدول ولدى المنظمات الأخرى لماذا مثلا يرحب بها عندما يلتقيها مثلا مبعوث الأممي أو ممثلين من الأمم من الاتحاد الأوروبي أو ما شابه لماذا هذا النوع من الازدواجية في التعامل نعم سؤال جيد في محله من المعروف طبعا أنه الجماعات المجتمع الدولي والإقليمي نحن لا نستطيع ان, أن يعني المجتمع مجتمعاتنا فشلت في تقديم في تقديم بديل يعبر عن طموحاتنا نحو الحريه والديمقراطيه والدوله المدنيه في في داخل مجتمعاتنا العربيه والجماعات الدينيه استطاعت ان تسيطر جميع الجماعات الدينيه المحسوبه على الطرف السني داعش او القاعده او حتى جماعه الاخوان لم تستطع ان تقدم بديل مدني ديمقراطي يستطيع ان ان يقدم تطمينا للمجتمع الاقليمي والدولي بخصوص مدنيتها لذلك فمثلا في جماعه الحوثي جماعات الحشد جماعات الحشد الشعبي في داخل العراق الطائفه العلويه في داخل في داخل سوريا حزب الله في داخل لبنان هذه الجماعات صحيح انها هي بنفس تصرفات داعش هي تهيمن على المجتمع هي لكن اثرها محدود بمعنى هي جماعات ارهابيه لكن ارهابها مقتصر فقط هي تريد السيطره على السلطه في داخل العراق، في داخل سوريا، في داخل اليمن، ليس ارهابا ممتدا متجاوزا بحيث انه يهدد الغرب، مثلا حزب الله او الحوثي او يعني بغض النظر عن الشعارات، لم نسمع يوما ان هناك انتحاريا شيعيا او من حزب الله او من الحوثي وجد في داخل باريس او في داخل لندن، وبالتالي هذا هو سبب التعامل، هم يقولون في الغرب في الاخير نحن اناس براغماتيين، نتعامل مع الواقع الذي موجود عندنا. ارهاب جماعه الحوثي مقتصر على اليمين وبالتالي على اليمنيين هم الذين يتعاملون معها وبالتالي على السوريين على العراقيين ان يتعاملوا مع هذه الجماعات اثرهم وخطرهم لا يصل الينا وهذا هو ايضا السبب الذي يجعل من المجتمع الدولي والاقليمي يحرص على ايجاد تسويه سياسيه ستكون كارثه على الدولة اليمنية وعلى المجتمع اليمني وسندخل في متاهة أخرى لمدة خمسين عام قادمة ستتجدد فيها المشاكل، سيتجدد فيها الاستقطاب، سيتجدد فيها الحروب بسبب هذه التسويه الظالمه كما حصل في عام 70 بالمصالحه بين الجمهوريين والملكيين والتي قادتنا بشكل او باخر الى ما نحن اليه اليوم. اذا المجتمع الدولي يحاول تفرضها، يحاول يتعامل معها، يعتبرها لا يصنفها كجماعات، حسن نصر الله في احد المقابلات يقول ان هناك بعض التعامل الامني والاستخباراتي مع الدول في داخل الاتحاد الاوروبي، لماذا؟ لانه ضد الجماعات المتطرفه ضد الجماعات الدينيه وهي هذه الجماعات الداعشيه او المحسوبه على الجماعات السونية التي لم تستطع ان ان تنتج لنا مشروعا ديمقراطيا مدنيا اضطرت الى ان يكون هناك هذه القوى الدوليه ان يكون هناك نوع من التعامل ما بينها والتعاون مع هذه الجماعات، ان تحكم اقليه، ان يحكم دكتاتور في في هذه الدول العربيه اخف ضررا من ان تحكم وان تسيطر هذه الجماعات التي تؤمن بافكار بأفكار للدولة تتجاوز ما 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 فكرة الدولة الوطنية تذهب إلى أفكار الخلافة تطبيق الشريعة مهاجمة الغرب وكله وما هو مختلف عنك بحجة أنه كافر بحجة أنه ليبرالي بحجة أنه إمبريالي بحجة أنه يحاربنا، بالتالي هذا هو السبب في الاختلاف التعامل ما بين الجماعات الدينية الشيعية إجمالا والجماعة الحوثية في اليمن وما بين الجماعات السنية. طيب وفقا وانطلاقا من هذه النقطة دعني أسأل ضيفي هنا الأستاذ حفظ الله يعني كيف هو تعامل الناس بداخل مناطق سيطرة الميليشيات وفقا لهذا المنظور في نهاية المطاف من يستهدف هم اليمنيون الشعارات ترفع ضد الموت لأمريكا الموت لإسرائيل إلى آخره لكن المستهدف في نهاية المطاف هم اليمنيون كيف هو التعامل هل هناك من خلال ملاحظتك وقوف أو ردع لهذه الميليشيات في مناطق سيطرة الإنقلابية أخي الشعب اليمني شعب متمرد حاولت هذه السلالة الهاشمية منذ ألف سنة أن تسيطر على عقول اليمنيين وأن تنزع منهم الهوية اليمنية وأن تسيطر على أجيالهم لكنها لم تستطع الشعب اليمني يقاومها منذ ألف سنة نحن الشعب اليمني في حقيقة الأمر لا يتقبل أي فكرة ما لم تثبت في عقله أو ما لم تتناسب مع هويته الوطنية ومع هويته التاريخية. الآن في صنعاء وفي المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين أو هذه الميليشيا وهذه السلالة يوجد داخل المجتمع وحتى داخل المدارس وداخل البيوت حملات كبيرة للتثقيب من هذه الثقافة الدخيلة التي جاءت على المجتمع اليمني ولعلك شاهد في بعض الأيام السابقة في بعض المدارس في صنعاء بعض الطالبات التي ترفع شعار بالروح بالدم نفديك يا يمن عندما يحاولون تلقينهم الصرخة في هذه المدارس هناك رفض ومجتمعي مجتمعي لهم عندما لولا القوة التي تفرض عليها تفرضها ميليشيات الحوثي على الأبرياء في هذه المناطق لخرج الشعب اليمني كله يقول لها لا ولكن عندما تفرض هذه الميليشيات وهذه العصابة القوة بقوة السلاح تفرض أفكارها تفرض ممارسة الإرهاب عندما تدخل إلى قبيلة أو تدخل إلى منطقة ترفضها أو أو لا تتقبلها تبدأ برأس الهرم في هذه القبيلة أو في هذه الحي تبدا براس الهرم تهينه تذله او تقتله لكي يخضع الاخرون ولكي لا يصدر في حقها اي مقاومه بعد ذلك. الميليشيات الحوثي تمارس الارهاب مثل ما سيطرت داعش على اغلب الاراضي السوريه وهي منفتحه وكانت اراضي حضريه اكثر مننا نحن اليمنيين وحولتها الى اصنام تعبد حولتها الى مجرد كهنوت قبل الاف السنين. هذه المناطق كانت مناطق في سوريا منفتحة على العالم وكانت مناطق متحضرة أكثر من مدن اليمن. الجماعات المسلحة عندما تسيطر بالقوة على مناطق أو على أماكن بعينها تحاول من ناحية الإرهاب أن ترهب المجتمع أن تذله أن تفرض عليه بالقوة ما تعتقده وهنا نواجه مشكلة كبيرة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وحتى في المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة ومتشددة في المناطق التي تسيطر عليها في إطار الشرعية هناك الآن في بعض المناطق في تعز هناك جماعة أبو العباس تفرض ما تفرضه ميليشية الحوثيين في في صنعاء منعت في حفل سبتمبر الماضي منعت من المواطنون من الاحتفال بحجة الاختلاط، منعت في مدرسة 26 سبتمبر في تعز وهذه الحادثة معروفة جدا، منعت ميليشية أبو العباس الناس من الاحتفال وقامت بتخريب المنصة. هناك في عدن أيضا التحريض الذي يمارس من قبل بعض المشايخ تسبب مؤخرا في مقتل عمر دوكم تسبب في 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 مقتل عديد من 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 الشباب في تعز في في عدن بحجه الالحاد واخرهم كان عمر بطويل وامجد عبد الرحمن وغيرهم من الشباب الذي تم تصفيتهم بحجه على انهم ملحدين وهذه الجماعه المتشدده هي من القتل من اعطت الامر بتصفيتهم ومن اعطت ومن حرضت على ذلك طيب في في هذه النقطه استاذ فؤاد يعني هل غياب دولة هو من يعزز ويسمح بشكل أكبر لمثل هكذا جهات أو جماعات متطرفة وقد تحدثنا وقد توسع يعني حفظ الله في ذكر هذه الجماعات حتى في مناطق سيطرة الشرعية ربما لمحاولة فرض ثقافة دخيلة على المجتمع بشكل عام بقدر ما تنحسر الدولة ومؤسساتها وقبضتها على منطقة ما بقدر ما يتاح المجال لهذه الجماعات الدينية والمتطرفة بأن بأن تأخذ الدور المنوط للدولة وبالتالي بدلا من تقديم الخطاب الوطني المنوط بالدولة مثلا تقوم بتقديم خطابها الذي يتناسب مع مع مشروعها الإيديولوجي هدف جماعة الحوثيين هي تسيطر على جزء من الجغرافيا اليمنية وخلال هذه الجغرافيا اليمنية تحاول أن تجعل من هذه الجغرافيا صعدة أكبر يعني صعدة بالمعنى الكبير ما ما تمارسه اليوم في 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 اطار اعاده صياغه الوعي اليمني وتغيير المناهج واستغلال مقدرات الدوله لصالحها وهي فعلته هي نسخه من ما فعلته في داخل صعده قبل قبل ان تجتاح العاصمه صنعاء وبالتالي السؤال هنا هذه الجماعات لديها مشروعها واضح يعني مشروع ولايه مشروع مناقض لما أجمع عليه اليمنيون العقد الاجتماعي لأول مرة منذ خمسة آلاف عام يجتمع اليمنيون لكي يقررون دستورا اتحاديا يدير أساس اللعبة الديمقراطية في داخل اليمن دولة مدنية ديمقراطية انقلبت عليه بفكرة الولاية بأفكار دينية كهنوتية وبالتالي هي تقدم نقضها في كل مرحلة من المراحل في كل نقطة نتناولها سنجد أن هناك ما يمكن ان نسميه هناك هويتين متناقضتين لا يمكن ان تجتمعان هناك الهويه اليمنيه والوجود اليمني وهناك المشروع والهويه الهاشميه السلاليه التي تحاول ان تفرضها على على الشعب اليمني او على ما قدرت على الجغرافيا التي تستطيع أن, ان التي التي تستطيع ان تمارس عليها سلطتها وبالتالي فالسؤال السؤال هنا انه ما هو رد الفعل؟ احنا نتعامل معها حتى داخليا بغض النظر عن الخارج عن الخارج نتعامل معها كما نتعامل مع داعش، ما هو دورنا نحن؟ يعني هذه جماعه مشروعها واضح، اوكي خلاص جماعه مارقه، جماعه انقلابيه تستخدم قهرت الشعب، استعبدت الشعب، لكن ما هو دور ما الذي تقترحه انت في هذا في هذا السياق استاذ فؤاد؟ ان يكون هناك استراتيجيه طويله وبعيده المدى، بدايه من المناطق المحرره من اجل ان يتم يعني صياغه وعي وطني، صياغه وعي وطني يكون منسجما مع الهويه الوطنيه لليمن، ان تكون الهويه الوطنيه وليست الهويه الايمانيه مثلا التي اشار اليها عبد الملك الحوثي قبل ايام هي الاساس في الانتماء لهذا البلد ان تكون ان تصاغ ان تصاغ جميع منابع الوعي بما يعزز الهويه التاريخيه لليمن ان ان يتم تعزيز الوعي بالانتماء لليمن وبالرموز التاريخيه لليمن أن يتم إعادة ربط اليمني بحقيقته وبهويته، مثلاً على سبيل المثال بعد غد ستحل علينا رأس السنة اليمنية الحميرية واحد ذو الثابت بحسب التقويم الحميري، وهي مثلاً أحد الدلالات على أحد المفردات التي تم طمسها من ضمن عملية تاريخية طويلة لطمس كل ما يتعلق بالوجود التاريخي لليمن، إعادة الاعتبار لكل الرموز التاريخيه التي كانت في مواجهه هذه السلاله منذ 1300 عام من نشوان الحميري من سعيد الفقيه الذين تم تشويهم، تم تكفيرهم، عبهل العنزي، كل هؤلاء الرموز التاريخيه اعاده يعني الاعتبار للتاريخ اليمني، نحن نعرف ان الامام يحيى حميد الدين وعندما في 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 احد البعثات الاثريه الى داخل الى داخل مارب قبل 60 سنه قامت كان متعمدا عامله اللي اسمه الكحلاني في داخل في داخل مارب كان يهدم الاثار كل ما ينتمي للتاريخ اليمني لا يريد تذكير الناس وهكذا قالها صراحه لا يريدون تذكير الناس بان اليمنيين لهم هويتهم الخاصه هم امه يمنيه مستقله لهم كيانهم الخاص لهم امتدادهم التاريخ الذي يمتد الى خمسة الف, ألف, عام من الاجتماع المدني ومن الدوله ومن حضورها وبالتالي هم يعيدون صياغه التاريخ اليمني الى التاريخ الذي دخل فيه الرس الى داخل اليمن يلغون كل ما هو سابق لهذه الفتره، يلغون كل ما قد يذكر اليمنيين بتاريخهم وبهويتهم التاريخيه، ويعملون على اعاده صياغه مجتمع وافكار جديده تتناسب مع هويتهم ومع مشروعهم السلالي والطائفي في داخل اليمن، لا يجب ان ننظر الى المشكله، مشكلتنا في في مشكلتنا في داخل في الحكومه وفي الاحزاب السياسيه وفي جميع القوى انهم ينظرون الى المساله والصراع مع الجماعه الكهنوتيه السلاليه الطائفيه هذه الهاشميه في داخل اليمن، انه مجرد صراع وخلاف سياسي فقط، وهو ليس حقيقه بهذا الشكل، الصراع هو صراع هوياتي، صراع وجود، لا يمكن لهذه الجماعه منذ 1300 سنه ان تندمج في المجتمع اليمني وان تندمج مع المجتمع اليمني وان تتصاهر معهم وان لا. تصبح جزءا معهم، كل الفئات، كل الفئات اليمنية في داخل من الذين اصولهم هنديه الذين اصولهم افريقيه اصولهم تركيه اصولهم كلهم اندمجوا في النسيج الاجتماعي اليمني واصبحوا يمنيين ما عدا هذه الجماعه السلالية الطائفيه الهاشميه تحاول وتقاوم ان تكون جزءا من اليمنيين احدهم قبل ايام وانا في حوار معه يقول لي انا لا يهمني اليمن يعني في في في, في اقرب فرصه ساوبيعها مقابل قبل الفتاة الليلة. هكذا يقول. لم يشعروا يوما. لم يشعروا يوما أنهم يمنيون. هم يقدمون أنفسهم كهاشميين فقط. جاءوا من أحفاد النبي جاءوا من الحجاز وبالتالي هذا هو حقيقة الصراع ما بين مكون لا يجب أن نختزله فقط بما حصل اليوم في المدارس ولا يجب أن نختزله فقط في مجرد خلاف سياسي أو انقلاب فقط على الدولة اليمنية صراع هوياتي صراع وجود صراع ثقافي ما بين الوجود اليمني والوجود الهاشمي في داخل اليمن أشكرك أستاذ فؤاد عامر الناشط الحقوقي كنت معنا على سكايب على تواجدك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني كما ارحب بمن تنضم الينا الان عبر السكايب التربويه والناشطه الحقوقيه الاستاذه ماجده الحداد من الولايات المتحده الامريكيه، اهلا بك استاذه ماجده. مساء الخير اهلا وسهلا حياكم الله. الله، لو ابدا معك استاذه ماجده الان يعني بعد هذا الفاصل، انت اشتغلتي لفتره طويله في الحقل التعليمي كتربويه كيف تتابعين وكيمنية بطبيعه الحال، كيف تتابعين وتقيمين ما تقوم به ميليشيات الحوثي سواء في المدارس او يعني من ممارسات تستهدف الحريات الشخصية الحوثيون طبعا بالنسبة لهم أهم أهم المجال التربوي وتغيير المناهج والسيطرة على اليمنيين عن طريق حوثنة المناهج والتعليم وغرس الثقافة الحوثية والأديولوجية الخاصة بهم لدى أبناء اليمن والأجيال القادمة طبعا تستطيع أن تسيطر على كافة الشعوب من خلال التعليم ومن خلال زرع الثقافة والأديولوجيا التي أنت ترغب في نشرها من خلال التعليم لذلك أن يسيطروا على التعليم بهذه الطريقة ويزرعون هذه الثقافة الشيعية وثقافة الحرب وملازمهم الغبية هذه طبعا شيء خطير ويجب علينا محاربته عن طريق التوعية وأن نستمر يعني في توعية اليمنيين بخطورة هذه المناهج وهذه الأديولوجية اللي يحاولون نشرها طبعا هم يتكئون في كل هذا كما كررت أكرر دائما بفرض قدسيتهم يعني يريدون طبعا اقناع الاخرين بقدسيتهم وانتمائهم الى ال البيت حتى يستطيعون السيطره طبعا على كافه الشعب اليمني ويستمرون يعني في حكمهم نلاحظ طبعا ايضا انه الامام قبل ثوره قبل ثوره سبتمبر المجيده ايضا كان لديه يعني كان يمارس نفس السياسه عزل عزل اليمنيين ويعني و... طبعا الشعوذه يعني م... يعني محاوله السيطره عليهم عن طريق الشعوذه والجن وعزلهم عن الثقافات الاخرى، عزلهم لا. عن العالم ايضا الحوثيين الان يقومون بنفس العمل يعني محاوله و... تكرار هذه الممارسات طبعا حتى شفنا في القانون الجديد القرار الجديد عفوا انه عزل اليمنيين ولعدم عدم, عدم الاختلاط بالثقافات الغربيه يعني هذه على اساس انه تكون مخالفه او يعاقب عليها الطلاب في المدارس يعني هم هم طبعا الان لن يستطيعوا عزل اليمنيين كما فعل سابقا الامام احمد لان العالم طبعا اصبح قريه صغيره وما حيقدروش يسيطروا على كافه اليمنيين لانه اصبحوا متعلمين وواعيين بخطرهم يعني الحركه الحوثيه لمده ثلاث سنوات آه نسفت نسفت تماما انا اقول الفكر الهاشمي وجعلت من اليمنيين يعني اكثر وعيا بخطورتهم وخطوره آه آه التربص يعني طيب. التربص بـ بـ يعني يعني من خلال متابعتك استاذه ماجده هل ترين ان هناك نوع من التفاجؤ والصدمه بالنسبه لعامه اليمنيين بعدما كانوا يشاهدوا ربما كثير من ممثلين ميليشيات الحوثي او التيار الذي يقود البلاد الان في مناطق سيطره الانقلابيين بوجه اخر، كانوا يتحدثون عن الدوله المدنيه، كانوا يتحدثون عن قيم مدنيه ربما يبشروا بها في في سياق يعني الخطاب نحو فئات معينه من الناس. بالتاكيد طبعا جميعنا صدمنا بسياسه الحوثي اللي يمارسها الان يعني بكافه الاصعده دائما احنا كنا نعتبرهم اخوان لنا. نعتز بصداقتهم نعتز بالتناسب معهم نعتز بجوارهم نعتبرهم جزء يعني من هذا الشعب طبعا هم حضروا شاركوا في مؤتمر الحوار بناء على إيمانهم بقبول الآخر بمشاركة جميع الطوائف في اليمن وفجأة يعني بعد مشاركتهم واقتناعهم يعني بأن يكونوا طرفا في مؤتمر الحوار الوطني آه فجأة انقلب كل ذلك وأصبحوا يكفروا البهائيين يكفروا آه الدواعش قولتهم يعني يسمون الـ 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 السنين أي مخالف وال... بالضبط اي مخالف لم يعد يقبلونه ويصرحون بذلك ويصدروا قرارات ويصدروا يعني بمحاربه كافه الاطياف وكافه يعني ظهر وجههم الذي ال... 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 حاولوا ان يخفوا طيله الفتره هذه من بعد ثوره 26 سبتمبر حاولوا خداعنا وفعلا يعني تفاجئنا طبعا كانت مفاجاه كبيره لكنهم الان اعتقد اعتقد حتى اذا انتهت هذه الحرب وحدثت التسويه فسنظل اليمنيين جميعا اليمنيين جميعهم لن ينسوا هذه الثلاث سنوات ولن ينسوا ماذا قام به الحوثيون والسلاله الهاشميه وسيكونوا يعني محتاطين دائما من من سياستهم هذه م. وهذه الايديولوجيه. طيب دعوني اعود دعيني اعود الى حفظ الله هنا بنقطه. الآن يعني نتحدث عن هذه المفاجأة كما تقول أو الصدمة كما تقول أستاذة ماجدة ما الذي يناط بالمثقفين بالنخب بصناع حتى ربما السياسات بشكل أو بآخر للقيام به لإيضاح ربما طبيعة الحوثيين أو ما هم الحوثيون بشكل أكبر ومواجهة هذه الممارسات والتحريف الثقافي إن صح التعبير الذي يقوم به الحوثيون الآن أخي الكريم، احنا مشكلتنا اليمنيين أننا لا نقرأ التاريخ، وإذا قرأنا التاريخ لا نستفيد منه. يعني الأستاذة القديرة ماجدة الحداد تتكلم على أنها تفاجأت من من ميليشيات الحوثي بعد مؤتمر الحوار وما قامت به وما قامت به هذه الميليشيات بعد مؤتمر الحوار. هذه الميليشيات من ألف سنة وهي نفس النهج. تنتهج نفس النهج عند السيطرة على 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 بقعة جغرافية معينة من اليمن، تنتهج نفس النهج وتنتهج نفس الأساليب في معاقبة اليمنيين وفي الكبت عليهم وفي التعسف عليهم ومنع حرياتهم وحتى منع حرياتهم الدينية وفرض آرائها الدينية بالقوة. طيب الآن ما هو المطلوب إذا الآن لمواجهة هذا طريقة هذه التفكير وكذلك لمواجهة التحريف كما قلنا التحريف الثقافي الذي يحاول القيام به بالنسبة لليمنيين المطلوب ألا ننخدع نحن كيمنيين مرة أخرى نحن لا ان لا تجرنا صراعاتنا السياسيه وآراءنا المذهبيه المختلفه الذي نقدر ان نتعايش معها ان لا تجرنا مره اخرى الى التحالف مع هذه السلاله ومع هذه الميليشيات مره اخرى في المستقبل ان لا ننخدع كشعب يمني او كجزء من الشعب اليمني او كمثقفين المثقفون في الشعب اليمني هم الاخطر اذا انخدعوا وشاركوا في تضليل الناس وشاركوا في التسويق لهذه الميليشيا من جديد وشاركوا في احيائها من جديد بعد ان ان شاء الله ان شاء الله سنساهم في دثر هذا المشروع ولن اقول الافراد او الناس سنساهم ان شاء الله كل الشعب اليمني سيساهم في دثر هذا المشروع الا نساهم في احيائه من جديد او ابقائه على قيد الحياه هذا المشروع الخطير الذي الان يشارك في قتل اليمنيين وفي استعباد عقولهم وفي اغتصاب عقولهم ان صح التعبير، هذا المشروع الخطير اذا شاركنا فيه او احييناه كيمنيين وشاركنا في 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 ان نبقيه حيا او نبقى فيه عرق ينبض سيساهم في في تعذيب ابنائنا مستقبلا نفس العذاب هذا الذي نعيش الان، سيساهم في تشريدهم، سيساهم في, في 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 ان نرتكب جريمه في حق مستقبل اطفالنا وفي حق مستقبل الشعب اليمني كله من جديد، في اذا, إذا تعاملنا مع ابقينا عليه عرق عرق ينبض من في الحياه. نحن نتحدث عن يعني ربما عن ممارسات وعن نزعه عنصريه، اذا ما تحدثنا عن الناس الطبيعيين الان في ذمار مثلا في صنعاء في حتى في مناطق اخرى تحت سيطره الانقلابيين، ما هي الخطوات الممكنه بالنسبه لهؤلاء الناس وهم يعني يواجهون ضغطا من ميليشيات الحوثي وليست وليسوا تحت اطار سلطه الحكومه الشرعيه في نهايه المطاف ما الذي بيدهم القيام المشكله على ان ميليشيا الحوثي كان الامام يستخدم التجهيل والان ميليشيا الحوثي تستخدم ادوات العصر في نشر هذا المذهب في نشر مذهبهم، في نشر ثقافتهم، هنا المشكلة على الناس أن لا أن يحافظوا على أبنائهم، أنصحهم أن يحافظوا على أبنائهم، أن يحافظوا على أنفسهم، أن لا يحضروا دورات ثقافية لهذه الميليشيا، أن لا يحضروا خطب جمعة من الخطباء التكفيريين الذين يصعدون على منابر المساجد ويخاطبونهم باسم الله وعلى إن الولاية وعلى إن هؤلاء سادة وعلى إنه وجب علينا طاعتهم وعلى إن هؤلاء الآخرون دواعش، المشكلة على أنهم يخاطبون الآخرين بالدواعش. بينما هم يمارسون اخطر من ميليشيات داعش واخطر من 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 من, 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 من داعش يمارسوا على ارض الواقع وفي المناطق التي يسيطرون عليها وطالب الناس في هذه القرى وفي المدن التي يسيطر عليها الحوثيين ان ينتبهوا لاولادهم على ان يسالوا اولادهم ما الذي يدرس في المدرسه لكي يعلمه ما يناقض هذا الفكر في البيت لان لا يبعث بابنه الى الجامع اذا كان الجامع يمثل عليه ثكنة او ثكنه الاصطياد و... او تعبئه الفكر الدخيل هذا إلى الطفل أن ينتبه الموظفون في الدولة إلى الدورات التي يقيمون عليها بالغصب أن يقرأوا تاريخهم يقرأوا تاريخ هذه السلالة الذي من ألف عام وهي تمارس اغتصاب جماعي لعقول اليمنيين يقرأوا تاريخ الرموز التي شاركت في في تصدي هذه السلالة مثل ما تكرم أضيفكم قبل قليل نشوان الحميري إلى سعيد الفقيه إلى كل الرموز التي شاركت في الحرب على هذه سلاله وفي مقاومتها فكريا واجتماعيا وحتى بـ بـ بالقوه اطالب الـ 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 الناس في هذه في هذه القرى والمدن التي يشارك فيها الحوثيون الى عدم المشاركه في الفعاليات التي يقيمها تقيمها هذه الميليشيات عدم الترويج لها وعدم وحتى بالتصدي قدر الامكان و يعني هم أن نعرف انهم تحت القوه الان وتحت الضغط، بالتصدي قدر الامكان، كل واحد ينتبه لاسرته وضحتك. وعائلته واقربائه يعني يكفي. هو يجب التوضيح لأن ما هو مهاجم هو الفكر العنصري وبالابتعاد على عرقيه او من ينتمي اليه صاحب هذا الفكر، يعني ربما نركز على مهاجمه هذه الفكره بشكل اساسي. بالعوده اليك استاذه ماجده، الان يعني من خلال ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هل لاحظت يعني يعني الناس شاهدوا هذه الصور سخروا منها ربما تداولوها وضحكوا عليها، هل هذا يمثل نوع من العجز فقط انهم يقومون بالسخريه عليها لمواجهتها ام هو ربما نوع جديد من المواجهه؟ طبعا بالنسبه للحوثيين انا اجد أن الشعب كامل ليس على مستوى طبعاً الوسائل التواصل الاجتماعي ولكن على مستوى كافة اليمنيين هم يرفضون الحوثيين ويرفضون حكمهم ويرفضون سيطرتهم ويرفضون تواجدهم ويرفضون انقلابهم شيء مؤكد يعني حتى, حتى أنه يوجد العديد من الهاشميين أيضاً منهم ضد الحوثيين فقط الذين معهم وما زالوا يعملون معهم هم هم المستفيدين اللي بي بي يعني اللي ماسكين مثلا مراكز حساسه وبياخذوا فلوس او المشرفين أو اللي بيقتاتوا الذي بيقتاتوا يعني ويستفيدوا من هذه الحرب طبعا بالنسبه للرد فعل اليمنيين يعني رد فعل اليمنيين بالاشياء اللي يقوموا بها كل يوم يعني بالنسبه للقرارات بالنسبه للجرائم اللي يقوموا بها انا اجدها انه طبعا لا اجدهم عاجزين بالعكس ما يقوموا به نوع من التوعيه التوعيه عفوا والتنوير ومواجهة أيضا يجب أن يستمروا بها يعني يجب على كل يمني أن يحارب الحوثيين ولو بالكلمة ولو بالرفض ولو حتى وان كانت مجرد اسماء مستعاره او وهميه طبعا لان احنا نجد طبعا سياسه التكميم الافواه واخافه اليمنيين يعني وارعابهم الناشطين والصحفيين اللي في اليمن طبعا مقيدين يعني مقيدين وما يقدرش يتكلموا ف تحيه لكل لكل ناشط لكل يمني يحاربهم ولو بالكلمه ولو بالقلم ولو ولو حتى بنشر صوره ولو انا اجد ان هذه شجاعه ويجب ان نستمر في في لا. هذا المجال التنويري والتوعوي ايضا هناك اضافه اريد ان اقولها بعجالة اذا سمحت بالنسبه اوكي بالنسبة للحركة الحوثية انها قامت بتشويه الدين عندما تكون انت طائفي يعني وتنتمي الى طائفة معينة يحاولون يعني اليمنيين طول عمرهم متسامحين يعني احنا الطوائف كنا احنا عمرنا ما كنا طائفيين او ننسى الواحد ما مذهبك ما الحوثيين هم آآ آآ قاموا بتشويه الدين يعني حتى يسمون ال ال ايوه يقولون انه شفت لوحه يعني انه ارعبتهم بثقافه القران، من متى كان القران مرعب بالنسبه لنا؟ احنا الـ 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 اقصد التسامح والدين بالنسبه لنا لا كان آه ايوه انا انا عمر القران عمر القران ما كان مرعب ولا يعني هم يزرعون هذه الافكار ويقومون بتشويه الدين ويقومون يعني هذا وضحت هذه النقطة أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا أستاذة ماجد الحدادة التربوية والناشطة الحقوقية كنت معنا على الهاتف من أو عبر سكايب من أمريكا كما والشكر موصول لك حفظ الله العمري الصحفي كنت معنا في الاستوديو اليوم أهلا وسهلا بك كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء أسامة منصور وأسامة عادل ومنصور النقاش وبقية الأفراد في الطاقم الفني إلى